اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. ريكاب سبور، موعد العادة في رمضان الاربعاء الاربعاء ونص 24 ساعة في 30 دقيقة. نرجع على اخر الاحداث والاخبار الرياضية. هو ترج الجيس يقرر تقديم شكوى بعد العنف الذي تم تسليطه على المدرب قايز زواغي، وكان تعرض لإصابة بليغة على مستوى الراس المقابلة اللي وجدتهم وجمعتهم ضد قواف القفصة. بعد شوية يكون معنا نائب رئيس نتحدثوا في الملف ذا. نادي صفاقسي يلعب الليلة ويبدأ رحلته العربية من بوابة نادي قطر. بعد شوية كل الأخبار. جو كبير في صفاقس في انتظار المواجهة الليلة بين CSS ونادي قطر. واللاعب الليبي السابق واللي نشط في ثلاثة أندية كبيرة في تونس طارق التايب، لعب في النجم الساحلي نادي الفريقي CSS، يسخر من البطولة التونسية ومن اللاعبين التونسيين. علاش وكيفاش؟ بعد شوية نتحدثوا في كل التفاصيل هذا كل أكثر. رفقني فيه اليوم في التحليل والتعليق الناقد الرياضي القدير نجم الإذاعة والتلفزيون إذا بوراوي. أهلا وسهلا. مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بجميع مستمعين موزايكا. اليوم أول حصة في الجمعة، قلنا خلينا نعملوا لقاء العمالقة، لقاء السحاب، نجمع العظماء الكل مع بعضهم. رضا بوراوي، واليوم معانا العربي سناجرية نجم النجوم في رمضان هذا أخويا، المحلل الفني والرئيس الأسبق لمستقبل سكر. أهلا وسهلا العربي سناجرية. مرحبا بك أخويا حيدر، مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فيم، وأول مرة تقريبا في تونس تتقابل الأناقة والرشاقة مع بعض. شكون الأناقة شكون الرشاقة؟ الأناقة والرشاقة. لا شوف، خلي أناقتك عندك وخلي كل شيء عندك. لا قل له ماهيش كاميرا كاشي هنا راه. لا 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 لا، وين كاميرا كاشي؟ راهي الرشاقة مش سهلة. لا اسمع هي هذيك مديحة. لا مديحة ولا الكلام هذاك. أيوا باهي باهي. رغم اللي مازال عنده واحد آخر كان يحط عليه الباك وكان يتسابق معاه ويحبه تم بعد نسميه. شنو واحد آخر؟ واحد آخر جمال الاخر. يبدو ان حصه واعده جدا بالاناقه والرشاقه. دونك بعد شوي يكون معنا نائب رئيس ترجي جرجيس السيد نوف العبيش، ونتحدث على الخطوه الجديده من اداره ترجي جرجيس في ملفها مع قوافل القفصة. لحظات مواصلين ريكاب سبور. ريكاب سبور، ريكاب سبور من الاربعاء للاربعاء ونص متاع العشيه. في المواجهة اللي جمعتهم بين قوافل القفصة وترجي جرجيس، شفنا الناس الكل الإصابة اللي تعرض لها المدرب قايز زواغي، كانت إصابة بليغة على مستوى الرأس. إدارة ترجي جرجيس يبدو عندها جديد في الملف هذايا، تتوجه للجامعة للرابطة للأمن. قضية شنو بالضبط؟ هم موجود معنا نوف العبيش ونائب الرئيس في ترجي جرجيس. أهلا وسهلا سي نوف. تحية ليك أخويا حيدر، تحية سي بوراوي، سي عربي سنقرية. أنت عندك الأناقة والرشاقة في الحديث على موضوع الناقة. وزيد شاركنا أخويا نوف العبيش وعطانا رأيه في الموضوع. أي هذاك هو بالضبط يا سي نوف، بالضبط بالضبط. الناس بيهم الكل، وأنت محظوظ يا حيدر، راك محظوظ زوز عمالقة متاع تحليل رياضي. ترمينوس نتاع الحظ، ترمينوس اكثر من هكا ما فماش. يظل لي باش نعملوا، يظل لي باش نعملوا جوبيلي اليوم وانتهبتي وخيط. اي سي نوف، فما جديد في الموضوع هذا؟ جديد سي حيدر، ان اليوم سي قيس الزواغي بعد ما توجه بالامس شو اسمه المستشفى في الحط حشاد في سوسه، ومكنوه من شهاده طبيه تثبت بلاغه الاعتداء اللي صار عليه معناتها في الراس، خاطر يوم المباراه بالله جيس باش نوضحوا شويه راهو ما كانش بامكاننا ان نمشوا للمستشفى نتاع قفصه والا المركز الشرطه والمركز حرس في قفصه، خاطر فما تشنج كبير والامن فرض ان يتابعنا ونخرجوا من قفصه حتى لا يصير ماذا في حاجات اخرى ما كناش نتمناها في الشهر الفضيل وكل شيء. دونك او ميم طون يعني ما كانش عندكم لا الفرصه ولا الوقت انه باش تتوجهوا بشكوى وقت. الوقت والله موجود، احنا ما قلقناش، حتى روحنا وصلنا لديارنا بريسك ساعتين بعد شق الفطر، ما عندنا حتى مشكل وقت، خاطر يلزمنا ما نسلموش في حق نادينا وما نسلموش في حق المدرب اللي وقع الاعتداء عليه بالطريقه الفظيعه اللي شافتها الناس كل. لكن في الكوتي الاخر جديد ان احنا قررنا باش نقوموا قضيه عدليه، قضية عدلية ضد مجهول إلى حد الآن، لكن السلطة الأمنية الموجودة على عين المكان حتى كان ما فماش تلفزة تصور، الأمن عنده الفيديو وتصور الكل وينجم يخرج شكون اللي اعتدى اللي موجود بالضبط وراء بنك الاحتياط نتاع ترجي جرجيس وراء المدرب قايز زواغي، وأنا كنت على البنك وكنت مش بعيد والكاميرا نتاع الأمن صورت كل شيء، تصور وينجم يكون عندهم حاجات اللي تنفع القضاء باش كل حد ياخذ حقه
وما عادش نعاود ونعتديه على العباد وعلى الناس اللي جايه معناتها باش تتاقف على فريقها بطريقه فظيعه كما هيك. في نفس الوقت خويا حيدر حضرنا معناتها ملف كامل فيه الصور التلفزيه يحبوا يعتمدوها ما يعتمدوهاش، حضرنا لهم كل شيء بمعاينه من طرف عبد المنفذ. قاعدين ديجا نشوفوا على السبور باي موزايكا فام ولا باج مير نتاعنا موزايكا فام على فيسبوك، نشوفوا في بعض الصور اللي فيها اعتداءات وفيها حاجات من المقابله هذه. كمل اي تفضل زين اوفلا. دونك عملنا معاينات من طريق عبد المنفذ وباش نحضروا ملف كامل باش نمدوا به الرابطه الوطنيه لكره القدم، الجامعه التونسيه لكره القدم، الإدارة الوطنية للتحكيم لو كان هم يحسوا روحهم معنيين ويحبوا يطلعوا على المجرى اللي صار في حق طارق الجرجيس، ومانيش باش نتكلموا في حقنا. أنا في مش مبالغ فيها شوية كلمة مجرى سي نوفل؟ والله كي تشوف حيدر مانيش مبالغ تو ما حبناش نتكلموا برشا، أما كي تشوف الحلة السيكاتريس اللي في راس قيس الزواغي والله ما تبعدش على المجزرة، معناتها الدم بالطريقة هاكي اللي سال من راسه نظرا لكل معناتها الحجم نتاع الحجارة اللي وقع رميها والقوة ممكن وقع رميها هكا، علاش احنا متأكدين أن الرمي وقع من بعيد معناتها فريمون سيتي كيلكي متر من قريب بالعكس فهمتني، والطريقة اللي تعامل معاه بالحماية والصور عندكم أنهم في الأول رفضوا ولا مش عارف شكون اللي زاهم بيشي باش يقربوا وباش يسعف المدرب، وحتى بعد ما تم منحهم معناها فما شكون منحهم فما عندكم صور عندكم تشوفوا الكربة متاع الحماية وقت اللي خرجت من محضر البنك متاع قوافي القفصة فما زوز أشخاص تفضلوها ما نعرفش أمن ولا شنوة، والكربة اللي تي أوبليجي باش يعمل التور دي ستاد شوفوا الصور عندكم دار بستاد الكل وجاب حذانا ومن بعد بدأ يعمل مارشاريير، وحتى وبعد موقع اسعاف في سي قيس ما عرضوش علينا باش يهزوه للسبيطار، قيس قاعد على البنك غادي وايمن منافق هو اللي واصل مع تسيير. معناه تعتقد انه شكون فما شكون ضغط على الحمايه المدنيه باش يعملوا دورهم دور نبيله زي ما فيش لا شكون يلعب مع شكون ولا ريزولتا ولا حتى شيء، واحد مجروح لازم يداوى، ما عادش نحكيوا على الكوره سامحني وفي الموضوع. معناه انت تخيل فما شكون منع على الحمايه المدنيه وهما رفخوا حيدر نحكوا على نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. شوف انت الكهرباء نتاع الحمايه وين موجوده على بعض الامطار من وين كان قيس ملقى على الارض، علاش كهرباء الحمايه تعمل تور دي ستاد كامله وتجي من البارتي الاخرى ونشوفها واقفه ولا كومونسي اريكيلي؟ حبش نهول الامور حبش نغلب القلوب، لكن هذه وقائع هذا اللي صار هذا اللي صار والمستغرب فيه اكثر حيدر هو الدور السلبي والدور الغير مفهوم اللي قام به حكم المباراة والسلبية اللي كانت عنده كيفاش واقف في اوميليو تيرا ولم يكلف نفسه حتى عانات تنقل باش يطمئن على صحة المدرب، ونقولها ونعودها للمرة الألف المسؤولين متاع يعني الحكم ما تنقلش معناه منذ إصابة المدرب متاع طارق الجيز الحكم ما مشاش شاف ما طلش عليه ولا مرة ولا مرة. تعرف حيدر أنا حكيت معاه شخصيا، بعث له القائد فريق محمد جبلة قلت له أنت عندك صفة امشي قل له إجا عين اللي صار يعطيه كارتون جون، نمشي له أنا يقول لي أنا مش عادل منفذ باش تقول لي إجا عين تفهم فيها وما تنقلش، وعندكم الصور كان يجيب لي أي إنسان صورة تثبت وجود حكم المباراة في سي سعد الله بحذاء قيس الزواغي انا وقتها تولي حديثه الراجل في المليون تيرا ما تنقلش وما قربش. خلينا نقدموا، انتم تحضروا في ملف وباش تتوجهوا للرابطه والجامعه، شو مطلبكم الاساسي؟ مطلبنا تمكينا من نقاط المباراه ومعاقبه من يستحق العقاب. واضح. احنا هذا باش يصير غدوه، هذا معناها الملف باش يتم ارساله الملف بقدره ربي غدوه يكون جاهز بيه؟ غدوة كامل الأوصاف باش نقدموه باه تنعملوا معكم السويفي سيناو في نشوفوا تطورات الموضوع هذا زادة بالنسبة للقوية في القفصة رو معناها عندهم الحق باش يردوا على التفاصيل هذه كل إنو أكيد احنا معناها مش معناها بكل تأكيد مانيش كذبوا في الرواية متاعك، لكن من حقهم زادة قوية في القفصة باش يعبروا على رواحهم ويعبروا على الوضعية هذه شنو اللي صار فيها بالضبط. دونك سيناو في يعطيك صح على المعطيات هذه، وإذا كان باختصار احنا رانا نعرف شنو نعملوا، الناس متحضرين قوافل القفصه جاوا جرجيس ربحونا في جرجيس بالذات
وروحوا سالمين غانمين كما نقولوا في لغتنا، ولا واحد اعتدى عليهم ولا واحد عمل حتى إشارة معناتها غير لائقة. دونك احنا كيما نمشوا احنا كيما نستقبلوا العباد ماذا بينا وقت نمشوا نتنقلوا تصير معاملة بالمثل. والمهم القانون هو الفيصل، ثقتنا في الرابطة في الجامعة وفي اللي ديليجي وفي اللي كوميسير والناس المداخلة الكل اللي كانت موجودة على المكان بما فيهم الأمن. نتمنى لو الرابطة تطلب تقرير أمني يعطي تفاصيل ما صار يوم المباراة. هذا هو، شكرا لك نوف العبيش ونائب الرئيس في إدارة ترجلجيس، كنت تتابع في تطورات الملف ملف المقابلة لجامعتهم ترجلجيس وقوي في القفصة والإصابة اللي كانت عرض لها مدرب قيس زويغي مدرب ترجي جرجيس. كي تنجعوا له الملف هذا إذا كان فيه تطورات. قبل ما نمشيو الموضوع آخر ناخذ تعليق من عندكم، كنا لوموا على الأشقاء في 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 بنغازي في ملعب شهداء بنينة على اليسار مع المنتخب الوطني أيامات سويع، من بعدها نشوفوا حاجة من نوع هذا. نبدأ بك أبو رافي. احنا قلت لك ما بتجبنا عن الموضوع، قلت لك تونس ما شاء الله عندها الركور في هذا الشيء هدية، لكن انا توا انا كان في قيس زويغي انا هالسيد اللي ضربني هذا لازم يجي ولازم يشد الحبس، لان توا هذا يفركس في ربح المباراة ما ربح المباراة. قيس زويغي 8 غرز في راسه مخه تحلل. ايه انا شنو ذنبي انا كمدرب ديما تتعدى كأنه ولا كان ولا صار. المرة الاخرى انا درداوت في بنزرت، مره هذه في قفصه مدرب خيس زويغ هذا هذا مش معقول. عندنا رئيس توريك مع حجر المدرب هذا العام لاعب سي اس اس وسام الحسيني قريب صار له ارتجاج في المخ بحجر. يا حيدر انا نفهم حاجه، هالسيد اللي دخل الاستاد مدخن مع حجر راهو شيء يدوخ راهو في ملاعبنا يا حيدر. استادنا فيه حجر تو باش تضرب خيس زويغ تضرب حجر شنو احنا باش بكعبه حمص تيما بحجره. هل الناس داخل تتفرج في الصلاه داخل تتفرج والحجره في مكتبها هي عدينا البابز يا ولدي راهو يفو متر تارم يا ولدي لازم تطيح روح يا خويا راني عندي عائله انا عندي اولادي انا كمدرب شو هذا وين ماشيين وين ماشيين. اي بالرسمي انا نحب نفهم السيد اللي يهز حجره ويضرب واحد في راسه بيناتهم 5 ولا 10 متر معناها شنو الشيخه والتفرهيده وشنو معناها شنو النشوه في هذا؟ نحب نفهم عربي شنو شنو معناها انه انسان يعمل حاجه من نوع هذا. والله هو سي حيدر لقيت هذا تو ساعات تسمع انطلاق موسم الحجل انطلاق موسم الصيد اليمي تو انطلاق الميسره وتو بدات الميسره نتاع الطلوع والهبوط صيد المدربين تو باش يبدا تو الضرب الصحيح وتو تو سجلوا كلامي هذا انطلاق من الاسابيع الواحد في جميع الاقسام باش تراوا اللي عمركم ما ريتوه. السيد الناس مثلا كيما قفصه ونحن نحبوهم ونحترموهم يلعبوا على السعود ايش نوع المشكل انت كي باش تعمل تعادل ولا باش تقصر باش تقعد ديما طول عمرك تربح؟ هذايا الناس غير قابله للنتائج. الراجل معناتها انا شفت هالضربه بكل صراحه راهو عيب راهو عيب وجرام هذا هذا جرام خطير. الراجل كان يتيح يموت بصغار معناتها هذا كل باش تطلع جمعيه ومش تطلع تطلع من طابت من تكتر فيها من يا اللي يطلعوا يابطوا هذاك مهم يطلعوهم عاميني وبعد يطلعوا يابطوا شو المشكل؟ الاسانسير مكسر يمكسر اكثر فيهم جمعيات اللي تطلع من الدول للان بتلقاها هي بيدها يكملوا. وتوا شي سي 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 حيدر شوف انا نعطيك انا صحيح راي العمليه ماهيش بريئه والعمليه ماهيش الرابطه الثانيه ذي خويا العزيز لا فما تلفزه ولا فما ناس لا راجون يعدي ولا تسمع شيء ولا فيسبوك ولا حد شيء بالله كيفاش تعرف المقابله تعدات نزيهه ولا مش نزيهه ولا شكون ضربه ولا شكون ما ضربوش. وانا نقول لك انا حاجه الاخطر من الكل هو سي عبيش وقبل ما يبدا يتكلم يضحك يعني راجل متضرر ومطبوخ في راسه ويضحك معناتها قمه ما عادش فما حتى امل الاصلاح بالنسبه لي. واضح به. بعد شوية نتحدث على النادي الصفاقسي رحلته العربية اللي تبدأ ليلة من بوابة نادي قطر جو كبير في الصفاقس. بعد شوية يكون معنا فتحي بوجناح بوتليفون بوب ومواصلين ريكاب سبور مواصلين ريكاب سبور. نعملوا طلة في صفاقس سويعات قبل ضربة البداية مواجهة سيسيس ونادي قطر. فتحي بوجناح وآخر الأخبار على وسهلا فتوح. يا أهلا وسهلا بك حيدر أنت كل اللي اسمعوا فينا. بالفعل النادي الرياضي الصفاقسي جو كبير هنا يستعد لعودة مقابلته العربية اللي نعرف كان تلق فيها في أوقات سابقة
سلنا اليوم العشرة متاع الليل في مقابلة تجمع بنادي قطر تقريبا التدريبات اكتملت. المدرب حسام البدري بعد أسبوع من التدريبات تعرف تقريبا بفكرة عامة على إمكانية اللاعبين، والبارح كنا حكينا معه زادا كيف في الندوة الصحفية، وقال أنه يشتغل مع الملاعبين باش يكونوا حاضرين، يعول على الجرينتا، يعول على العزيمة في التعامل مع المقابلة هذه باعتبارها مفتاح لما يأتي من بعد. يعني مفتاح المقابلة الرتور مش كون نهار 11 أفريل في الدوحة، ومفتاح زادا البقية مقابلات البلاي أوف. دونك التدريبات اكتملت بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، الأجواء طيبة، تقريب كل الرصيد موجود بذمة المدرب حسام البدري. منتظر التشكيلة باش تكون أيمن دحمان هو الجارديان، على اليمين محمد صالح المهذبي، على اليسار محمد أمين الحمروني، محور الدفاع منتظر نلقاو فيه محمد النصري وعلاء غرام، في وسط الميدان تقريبا شادي الهمامي، موسى كونتي، نبي كاميرا، وقدامهم أشرف الحباسي ومحمد كونتي ومحمد أمين الله الحبوبي. على مستوى المراول السياسي يلعب المراول التقليدية أبيض والأكحل المخطط. بالنسبة لفريق نادي قطر الأبيض ومحرج على مستوى الأكمام والرقبة بالدوري. بالنسبة للأجواء متاع المقابلة منتظر باش تكون كبيرة، الحقيقة علاقات كبيرة وأجواء كبيرة شفناها في التدريبات في نفس التوقيت في الملعب الطيب المهيري بين نادي قطر والنادي الرياضي الصفاقسي. أيضا الليلة شقان الفطر بالنسبة لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي مع البعثة الرسمية متاع نادي قطر، هذا يعطي فكرة على أن الأجواء متاع المقابلة مش تكون أخوية. وعلى مستوى المدارج تقريبا زاد الجمهور حضر نفسه المقابلة هذه، البارح شفنا برشا معالم متاع الدخلة المسكون كبيرة على كامل المدارج المغطية. كلمة أخيرة هي ثم 10,000 تيكي اتباعت بالكل يا حيدر، إذا منتظر الليلة نلقاو الببليك سياسيس في الجران حضور متاعهم على مستوى ملعب الطيب المهيري في أجواء كبيرة. هذا هو إن شاء الله بالتوفيق للسياسيس. شكر كبير ليك فتحي بوجناح نادي قطر الموجود في المرتبة السادسة في البطولة القطرية، من 17 ماتش ربح 8 وخسر 7 مقابلات وسط التابلو في قطر. الحقيقة ماهوش الفريق اللي نجم يخوف سياسيس برشا، مع أنه نحكيه ديما على مدرب جديد بتاتر فكرة جديدة نشوفه مدى ملائمتها لإفكتيف نادي سياسي في مواجهة مهمة ليلة يبدأ بها رحلته العربية. بعد شوية نتحدث على أخبار البطولة في تونس والتحكي مع العربي سناغري. مقبل خلينا ناخذ بعض لحظات فكرة على تصريح غريب الحقيقة من طارق التايب اللاعب الليبي السابق اللي كانت له أعوام في تونس مع أكبر وثلاثة من أكبر الأندية التونسية. لحظات مواصلين. ريكاب سبور، ريكاب سبور من الأربعة بالأربعة ونص متاع العشية. طارق تايب لاعب الفنان الحقيقة يخو حقه بشهادة الناس الكل، بشهادة المدربين والملاعبية اللي عصروا هو اللي جاء قبله ولا بعده ملاعبي فنان، لكن في تصريحاته يبدو أنه عنده بعض المشاكل. وقت اللي تلعب في بلاد مع ثلاثة أندية كبيرة كما سياسيس ليتوالو الكلوب وتعدي سنوات وتنجح نجاح كبير، المفروض أنه تخلي كلام باهي، كلام طيب، الذكريات باهية. نسمع طارق تايب شنو قال. أنا أنتوا شين، أنتوا مش برازيليين ولا كارجنتينيين، إمكانياتي أفضل إمكانيات لعبتكم مليون ألف مرة، حربوني بطريقة سيئة جدا، درت فيهم قضية ذاك في نص الموسم، لكن للأسف الاتحاد الليبي اكتشفت أن مباراة ليبيا مصر لعبوها في كانت في القاهرة قبلها مثلا ممكن بأسبوعين ثلاثة أسابيع، أعطيت للاتحاد الليبي قلت له درت قضية غادي، دفعت لهم قضية قلت لهم أنتوا الاتحاد الليبي أنتوا تحمون لي حقوقي، فهمت؟ لا حياتي لمن تونس. لعبية البطولة التونسية الكرة التونسية ما ماكمش للبرازيل ولا للأرجنتين، وإمكانياتي أفضل مليون ألف مرة من إمكانيات لعبيتكم وحاربوني بطريقة سيئة جدا، تحدث خاصة على الباساج متاعه في النجم ساحلي. تصريح الحقيقة خلينا نختاروا كلمة، تصريح رادي من ملاعبي كبير رضا بوراوي. عجب والله عجب، يعني تو انت بديت الكلام متاعك وانا مايدك من اللاعب الفنان شنو، لكن وقت اللي يكون الأخلاق هذه لا فنان ولا شيء، الأخلاق قبل الرياضة ساعة، قبل كل شيء، باش الناس تحترمك، لما تحترم الناس، صحيح احنا مناش الأرجنتين والبرازيل، وأنت هذاك اسمك لا جون كرايف ولا بابا، أنت طارق التايب، جيت هنا لعبت على رويحتك، احترم هناك، عندك مشكلة مع نادي ولا مع شخص، معنيك تاخذ حقك بكل احترام، ما تجمعش، عندك مشكلة مع نادي من النوادي، مش معناتها تونس ولا الأرجنتين والبرازيل، عارف تتكلم على المستوى الفني متاعك، يزمك تكون زادة المستوى الأخلاقي
كيما المستوى الفني نتاعك؟ عربي والله. طارق الطيب هو سمحني يحكي على البرازيل ولا الارجنتين، ياو في التومبوك نتاعو جاي يلعب في النجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي، يعني هو شرف ليه كي يلعب في النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي والنادي الافريقي. انا نقول له سي طارق الطيب انت راك لاعب صحيح فنان، لكن راكش ربما حتى الجيل نتاعك هو اصله راني نعرفه ملاعب نتاع ميني فوترا، وعلاش ربما برشا الناس تقول له ملاعب فنان، لكن يلعب على بلاصته ثبته في اللعب نتاعو تشوفه ماهوش إيفيكاس حتى طرفين. نقول له سي تايب راك انت لاعب ماكش مايكل رامو، ماكش بغداد بونجاح اللي لعب في النجم الساحلي وشوف توا شنو عامل، انت لاعب اكثر من عادي بشويه. ماكش حمد الهوني اللي هزوا حمد الهوني تيتروات والحاجات اللي عنده ما عملهمش طارق تايب في كاريره كلها. لاعب عادي جيت ما بين النواري بلون والكولور، حتى الجيل نتاعو وقت لعب ما بين النواري بلون والكولور، يعني ملاعب عادي ما نصوروش كي طارق تايب راه النجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي اكبر منك وانت لاعب اكثر من عادي بشوي. احترم الناس، احترم الناس. هذا هو فقط هو ملاحظه على الحوار، يبدو انه تقني ليبيين وكيب تكنيك ليبيه وكل شيء، كان ممكن الاستعانه باي ابسط تكنيسيان تونسي كان ينجم يطلع صوت افضل برشا من الحوار اللي سمعناه في الصحراء ولا حاجه. هاي نرجع بعد شوي نحكي على البطوله التونسيه. ريكاب سبور، ريكاب سبور من الاربعاء للاربعاء ونص متاع العشيه. العربي سنغري الرئيس السابق لمستقبل سكرة كان في 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 جمعية هذه، فجأة لقيناك كرونيكور، لقيناك أكتور في كاميرا كاشي، لقيناك زادة محلل فني وعندك توارخ الناس أكثر من هك، جبت لنا تاريخ رضا براوي. عربي سنغري نعرفش كان بالفضل كولي عازم تاريخ اللي جبده غلط راوي، شنو بجد كنت تحكي حيدا أكلم إيه أسكت تحت شوية هنا شوية لا بودو رضا براوي عندي نانك أكل الفايفز هذيك متاع راني دي بل وما يبل مش تريني راوي أنت أغزل توا ما توا توا جايب لي هدايا يحلل يحلل فما وجهة نظر نتاعي وأنا وجهة نظر خلي الناس تسمعنا هنا مش كاميرا كاشي خلي الناس ما عادش عندنا وقت انا تورجها باش نحكي الحقيقه صار انت صار هذاك اللي في التلفزه مش حقيقه اللي قلته اللي كنتي ما قلتش شيراني في الابل قلت يحلل في سباق الابل يحلل في سباق الابل مش قلت انا قلت قاعد في الخلاء قلت قاعد في الخلاء بجدك ويعدي في وانت بجدك التو تحكي فيها الحكايه دي سي رضا يمكن فما شويه جزء من الصحيح تو نحي كاميرا كاشي باش نزيد نسمي له فما جمل اسمه سميتحي ديما تلعب ويجي الاول هذا ما سميتهولكش انا رنيتو ولا يجي الاول ما لا هاكا قرص يا حيدر تو مازلنا باش نزيدو كم قاعد تستعرف الامور واضحه هذه البطوله التونسيه نحكيو عليها باش ناخذوا راي عربي سنغري اغلب الوقت كان عندك انتقادات للحكام والتحكيم وحتى في البلاتو نتاعكم تحيه لكل الزملاء الموجودين غادي سور بلاتو صاحبي بكل تاكيد نحس انه مع مكر من لاجام تحديدا فما مشكله بينك وبين هل هي بخلفية الترجي والنجم الساحلي ولا هو مجرد اختلاف الآراء؟ لا هو مكرم جدي ياسر وعنيف ويحب النجم الرياضي الساحلي يحب يوري اللي كونه النجم الرياضي الساحلي راني نحبك نسكن نحبونا أما مش بالطريقة ذيك مكرم اللقيم تبيعته يابس شوية لكثر لك شو معنيها يابس شوي يعني ما يترخفش ما يترخفش لا تري انت تري تلقى معك حل انت تلقى معك حل تقصد سوب المعنية هاي سوب هاي هاي سوب ورسوكو توم سيري ده سيسو جمال دي سميتوني سميتحي ان فكرته لعب عندي كدية يلبس 44 بسك لعب عندي كدية بخلاف مكرم اللقام ديما تحكي على الاربيتراج معناها تحكي بمعرفة بالقطاع هذا ومشاكله والحكايات اللي تحت الطاولة وغيره ولا هي أفكار الناس الكل لا 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 هذه موجودة سي حيدر أنا ما نعطيكش حاجة غلطة أو نقول لك أنا توا مثلا في الرابطة الثانية
مبرمجين شكون باش يطلع منا وشكون باش يطلع منا. مبرمجين صحيح. مبرمجين مالا سامحني. تبدا سيزون. اي يبرمجوا مالا شنو عندك يعرف عندك الاسامي؟ اي مش لازم نسميه ونقعدوش في المشاكل، اما اكثر انت في الحجر يضرب والكرادك تضرب، تفهم كل شيء. انا نقول لك حاجه راهو معناها الاسامي، اسامي الجمعيات اللي باش تطلع من ليك دو الناسيونال. اي الحكام موجودين موجودين تو. مثلا حكم تو يزيدك 12 دقيقه ولا 13 دقيقه سامحني، على شنو ناوي؟ ويخرج ملاعبي والناس تضرب ويقولوا راك باش نخرجك انت وتخرجوا ولا غالب، لكن الجمعيه ما قدتش تروح. اذا الناس تعرف راهو كل جمعه الناس معروفين، راهو انا حكيت راهو عمناول فراهو فما تراح سي 4-5 ملايين وسط روحك على روحك. شنو تقول لي موجود 5 ملايين وسط روحك نحات اللي يجي هنا شنو تقول لي توا ابتداء من توا رؤساء الرابطات واعضاء الرابطات اللي هما يدخلوا بالطبيعه كل واحد عنده جمعيه معينه يدخل بها والدعم وتنتخبوا توا بدايه الميسره نتاع الصعود والنزول في جميع الرابطات. باش نبدا واضحين، مش من نحكي من رابطه ربما ثالثه مستوى واحد ولا الثانيه وانت هابط، راهو ممكن مش من راهو رئيس جامعه دائما عنده مش مبدأ. انت عندك تجربه شخصيه من حاجه من هذه؟ انت كنت رئيس جمعيه عاد لا انا وقت مره ومره الحق مره عاوننا جمعيه توا كيفاش عاونتوها الجمعيه؟ لا اخر ما اخر ماتش في السيزون شو سيبتوا لهم عليها؟ لا الجمعيه ذي الجمعيه لا ما خذينا شيء. خلي كمل شنو صار ساعه. اما الجمعيه ذي باش تطلع لازم تربحنا تطلع اخر ماتش من السيزون بدينا نلعب وربحينا 3-1 وطبيل وزكار والولي قاعد ربحين 3-1 لا نحن ربحين 1-1 واحد بشيء ايوه وطبيل والزكار والضرب يضرب والنايب شعب طلع لي حلو قيس صايد قاعد بجنبي والولي قاعد بجنبي ويضرب الضربتين ونحن ربحين ضد الزيبي تو ربحين يعني كانوا نربحوا ما يطلعوش السيد الوالي شبيه خلص السيد الوالي قال لي الجمهور تقلق منيش عمل له الجمهور قال لي شنو هو الامور قلت له شنو الجمهور بدا يسب فينا والامور عندي اكسيال قلبته بيفو الوالي شنو عمل له ولا الاكسيال الزوز قلبته قلت له قد بيفو الوالي قال شبيك طويل ولا الوسط ويا بابا قلت له الوالي بيدو مش فاهم والنايب خدم الخدمه الكل نايب الشعب هذاك ربحونا 2-1 حاسين وطلعوا وطلعوا هما وفرحوا طلعوا والوالي روح فرحان والجمهور فرحان والناس كل روح والنايب فرحان ونحن خسرنا كاو هذه الوحيده ما صار لكش كونتاكت مع اربيتراج ولا حاجه بالله نايب والي باش يصير هيك هو هذا هو هذا فما نظافه ما فماش لا 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 الحمد لله باستحبابي بالله حكايه اللي تاع شريت واحد طاوس طاوس هذه ما تسميش شريها لازم تفهم انا راجل عظيم راني نفهم حاجه لا نعرف عظيم بصراحه لا يعني باش تجبدوا حكايه خلي الناس تفهمها شنو هي حكايه طاوس هذه حكايه طاوس هذه نحن نلعبوا على على باش نطلعوا جمعيه طلب على الشيء طلب مني وقتها رئيس لجنة التحكيم تاوس تكر نعمل له مش قوله ليه ما مش قوله بالله ما طلعش صار في قضية جي 80 هو اتصل بيك ولا انت قلت له كيفاش نجم يعني أنا نقرب شوي ويقرب شوي قربت لبعضنا لبعضنا حتى جاء تاوس خذيت له تاوس وقتها في 2003 وربحته في وتيك شيرت وتيك تاوس هو راهو يجي نقول لك حاجة هو راهو ماهيش رشوة خاطر لأنه كله دابة على الله على الأرض على الله رزقها أنا يعني تاوس هذاك وفيه رزقه من عند موليه الأكثر الأقل زيته باش ياكل شوية من ياكل عند هذاك يعني ماهيش رشوة ماهيش نقد هذا الدابة يعني ملا فتوى ملا فتوى يا عربي يعني أنا تو مثلا كان في العيد الكبير تهديني أنت كبشة أهديني أنت خاطري نجم تهدي لي كبش نجم انت عاد تهدي لي كبش يا رضا تهدي له جمل انت عاد انا نجيب لك الجمل قعود عاد اطرى اي باهي قبل ما نكملوا عربي علاقه مميزه مع جماهير ترجي مع ترجي هذه تونسي الحمد لله اخويا ترجي جمعيتنا ونحب بقلب رب يعني كمواطن عادي نحب ترجي علاه برشا ناس زاده مرشا معناتها تسهل فينا انا امي بنت باب سويق زق سيد البهلول وبابا بن سعدون بلاش تحب اني نحب قرمة هي ما مش نحب ترجي شو مش نحب انا ما مش نطلع نحب ترجي هاك ولي يلا غالب شو مش نحب نحب ترجي لازم ندافع على ترجي ترجي انا نحبها لدرجه كبيره برشا بابا يحب ترجي لدرجه جنونيه امي الله يرحمها تحب ترجي لازمني نحب ترجي حاجه ما نشعرش بها ساعات ربما حتى ندافع ف
فوق القيمه من الغالب من غير ما تشعر، من غير ما نشعر كي راه انا الاحمر والاصفر نولي نركل كلي. هذا هو هذا هو. فما شانس تاع تشامبيونز ليغ سنه اخر حاجه خسرها كل صراحه. الترجي عمل ثلاثه ماتشوات ممتازين الاولانيين كاني ترشح، من بعد تحس الترجي فقدت شويه تركيز ربما من رمضان من يدخل رمضان فقدت شويه تركيز. انا نقول لك الترجي السنه اجي نقول لك العام هزينا الشامبيونز ليغ مع معلول، الترجي البرة تلعب خير على نبيل معلول يركح الترجي البرة، لانه كلاسين الاولانيين ماتشات تقريبا كلهم باش نلعبوهم للي البرة والروتور في رادس، ترجي في رادس باهي مش خايب رزين، يرجعوا الملاعبين كل ترجع الجمعيه موتيفي بتبيعها مش بتفلت. وانا نقول لك انا حاجه سي حيدر راه تنجم تربح الناس الكل ومن بعد تجي في لانكار فينال وتخسر تروح، انا راكي تقعد هكا الكف ساعات كي ناكلوا كف نفيقوا على رواحنا لا تقلق. هذا هو هذا. وشكر كبير ليك عربي سنقري، ترجع بحضينا ان شاء الله مرات اخرين ان شاء الله، يعطيك الصحه على قبول الدعوه.